عقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنية التحتية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. نعم، حيث ترأس سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات الجانب البحريني، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار فريق العمل بالمملكة العربية السعودية. وخلال الاجتماع أكد سعادته على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مشيدا بحرص المملكة الشقيقتين على تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات الاستثمار المشترك والبيئة والبنية التحتية، وتوحيد الجهود لاستمرار التقدم والتطور الذي تحظى به الدولتان في ظل ما يوليه جلالة الملك المعظم وأخوه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما من رعاية واهتمام. كما أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات على الدور البارز الذي يمارسه مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، في سبيل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وإكمال المسيرة التاريخية الحافلة بالتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين. وقد تم استعراض أبرز المستجدات الخاصة بالمبادرات المندرجة ضمن عمل لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنية التحتية وجهود فريق العمل المشكلة، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل بين البلدين الشقيقين. تم خلال أعمال اللجنة صباح هذا اليوم مناقشة 13 مبادرة عمل عليها الفريق المختص، ولله الحمد هذه المبادرات هي من مخرجات الاجتماع اللي تم التوصل إليه، وتناولت بعض المشاريع الاستراتيجية اللي من ضمنها مشروع الجسر الموازي على سبيل المثال والربط بالسكك الحديدية، أيضا تطرقنا إلى الربط المائي، وأيضا تطرقنا إلى الربط في مجال الاتصالات، وهناك كثير من المشاريع المعنية أيضا بتطوير البنية التحتية والاستثمار في مملكة البحرين. اللجنة هذا اجتماعها الثاني منذ إطلاق المجلس، لجنة تعنى بشؤون الاستثمار البيئة والبنية التحتية، فيها حوالي 13 مبادرة اللي تم نقاشها اليوم، بعضها ولله الحمد اكتمل والبعض الآخر ما زال في مرحلة التنفيذ. بعض هذه المبادرات هي مبادرات نوعية وذات أثر اقتصادي كبير، منها وقد تكون أهمها هي مبادرة إطلاق شركة من صندوق الاستثمارات العام السعودي اللي هي شركة الاستثمار السعودية البحرينية برأس مال يقارب 18 مليار ريال سعودي أو 5 مليار دولار، ولله الحمد تم تأسيس الشركة وسيعلن عن افتتاح مكاتبها قريبا إن شاء الله. مملكة البحرين هي تعتبر من أوائل الدول في الشرق الأوسط في مجال اللي هي القطاع المالي والمصرفي والاستثماري، وأيضا مملكة البحرين تتميز موقعها الاستراتيجي أيضا من خلال أيضا ما يكون في دور ميناء البحرين في أيضا توفير عدد من مستلزمات ومتطلبات السوق السعودي، وهذا أيضا راح يتزايد بتسهيل العمليات يسمونها اللي هي التعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مما يساهم أيضا في زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.